على واحد النقطة مهمة، حنا كنتكلموا على توظيف 17,000 من أطر الأكاديمية، 15,000 غادي يكونوا كيتموا بالتدريس و2000 هي أطر إدارية. ونبغي فقط نشير إلى حدود الآن على المستوى الوطني تجاوزنا العدد ديال 75,000 مترشح على 17,000 منصب. إذن غير المقارنة ديال هذا الرقمين كيبين بأن كاينة واحد الرغبة وكاينة واحد الإقبال على التسجيل من أجل إجراء هذه المباراة. إذا العدد راه كيتكلم على نفسه، إذا على 17,000 منصب تجاوزنا العدد تقريبا ديال 75,000 مترشح لشياز هذه المباراة. ما نقدرش نعطيو الجهة لأن العملية كتتم على المستوى الوطني، لأن كاينة بوابة كيتم فيها بوابة ديال التوظيف اللي كيتم فيها التسجيل ديال المترشحين والمترشحات. معطى آخر هو أن الوزارة منذ 2016 وهي في هذه العمليه هذه ديال توظيف اطر الاكاديميات، والاعداد اللي كتعطى سنويا الغرض منها هو التقليل من هذا الخصاص اللي موجود في القطاع، واللي مستقبلا هناك اعداد اخرى لن تقل عن ما يتم توظيفه حاليا. بهذا الفوج هذا ان شاء الله اللي غادي يولج مراكز التكوين غادي نتجاوزوا 120,000 من اطر الاكاديميه اللي تم التوظيف ديالهم من 2016 الى حدود هذا الموسم الدراسي اللي حنا فيه. لان هناك واحد المجهود كيتبذل على مستوى الحكومه المغربيه، هناك واحد الانخراط ديال الجميع من اجل توفير الاطر البشريه بالنسبه لهذه المنظومه لمواجهه الخصاص، لان كاين افواج ديال المتقاعدين اللي كيخرجوا للمؤسسه، وكذلك لتحسين مؤشرات ديال الجوده. ومن اهم هذه المؤشرات هو الاكتظاظ اللي كنلاحظوه في بعض المؤسسات التعليميه. هو القطاع ديال التربيه الوطنيه ماشي القطاع الوحيد اللي مسؤول على التوظيف. ثانيا القوانين الجانبيه للعمل كتكلم على تحديد السن من 18 ل 45 سنه في الوظيفه العموميه. حنا كنتكلموا على خصوصيه، لان كنتكلموا على الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين اللي هي قامت بالاعلان على هذه المباراه. وهذا نظرا للخصوصيه ديال المهنه كان من المفروض انه يتم التسقيف ديال هذا السن هذا في 30 سنه كيف ما قلت في البدايه، باش نفتحوا المجال للاطر المقبله على هذه المهن انها ترقى مستقبلا وتكتسب ما يكفي من الخبره من خلال الممارسه، من خلال التكوين الاساس والمستمر، وما يكونش الافق ديالها ضيق، لان 30 سنه ما يوصل لسن التقاعد عنده الامكانيات انه يتنقى ويولج مسؤوليات ومهنه اخرى او لا مسؤوليات في اطار القطاع ديال التربيه الوطنيه، اللي اعتقد انه الا كان السن في 45 ولا في 50 في تقريبا في 50 سنه غادي يكون المجال ضيق امام المعني بالامر انه يغير من المسار المهني ديالو. لأن هذا هو الغرض من هذا التحديد. أولا هو نمكنوا الأطر ديالنا من الترقي ومن تحسين الوضعية ديالهم، كذلك نمكنوهم من اكتساب الخبرات اللازمة من خلال الممارسة ديالهم، سواء في الفترة ديال التكوين الأساس أو في الفترة ديال ممارسة المهنة من خلال التكوين المستمر. وأعتقد أن هذا النوع من الممارسة غادي يمكن الأطر التربوية تمتلك الكفايات اللازمه لهذه المهنه، لان المهنه ماشي سهله، راه كنتكلموا على مهنه وصنعه في نفس الوقت. التعليم كيتطلب واحد القدرات غير عاديه، وبالتالي من حق المنظومه ان يكونوا فيها ناس اللي هما شباب واكفاء في نفس الوقت.